صنع الله سكوته وعدم إدانته للطائرات أو الطائرة العمودية 135 التي أقلعت من مطار راس لانوف وقصفت مناطق أهلة بالسكان، فهذه جريمة يعتبر صنع الله حتى هو مشارك بطريقة مباشرة. المجلس الرئاسي وفايز السراج الذي يخرج علينا ببيانات ويدين بها من يريد أن يسترجع مدينتي أو يسترجع أو يحمي مدينتي، ولا نرى له موقف أمام إبادة ما يقارب عن 130 ألف مواطن في مدينة درنة وسبقها مدينة بنغازي وهد، ولم يخرج تحت كذوبة أنه لا يريد الفتنة. أنت بصمتك هكذا تزيد وتعمق من الفتنة. أنت بصمتك مشارك في جرائم الحرب التي يرتكبها قائد عملية الكرامة وقواتي. أنت بصمتك حتى بيان بعثة الأمم المتحدة، يعني حقيقة يعني أنا أحييهم على هذا البيان، يعني وإن سمح لك الوقت لي الوقت أن أذكر هذا البيان بتاريخ 14 يونيو. تشعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالفزع أزاء الادعاءات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في درنة، بما في ذلك أعمال النهب وتدمير الممتلكات والاعتقال التعسفي. ومن الفيديو الذي تم تداوله حول التصفية الجسدية إن هذه الممارسات إذا ثبتت صحتها تندرج ضمن جرائم الحرب، وتؤكد بعثة الأمم المتحدة أن التحقيق في هذه الادعاءات يجب أن يكون شاملا ومستقلا، ويجب سوق المرتكبين إلى المحاكمة وفق الأحكام القانون الإنساني والدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب التعامل بطريقة إنسانية مع المقاتلين الذين استسلموا وورقوا سلاحهم. خلاصة هذا البيان قوي، أراه قوي، ولكن نريد فعل، نريد تنفيذ على أرض الواقع، نريد أن يكون هنالك مبعوثين لبعثة الأمم المتحدة تصل إلى درنة توقف هذه الجرائم. فايز السراج أصبح لا يمثل الليبيين، أنا لا أشعر ولا أرى أن هذا الرجل ليبي وله ارتباط بهذا البلد. وأنا كرجل عسكري وضابط في جيش الليبي أقول هذا الرجل لا يمثلني كقائد أعلى، هذا الرجل نكبة عليه وعلى المؤسسة العسكرية، وخاصة أنا أتحدث عن نسبة 70% من قوام الجيش الليبي، أتحدث عن قيادات شريفة، قيادات فعلا قدمت كثير للثورة، أزاحت وعطلت مشروع عملية الكرامة وأفشلت في المنطقة الغربية والوسطى، مما سمحت لأمثال فايز السراج أن يأتي إلى طرابلس، وأيضا سمحت هذه القيادات بموقفها الشريف والوطني وأسقطت نظام القذافي، سمحت لأمثال فايز السراج أن يتقلد المشهد السياسي. وإنه وهذا الرجل لا يمتلك من المقومات التي تجعله فيها في مدير مصلحة حكومية. أنا لا أقول مسؤول ليبي، مسؤول على مستوى ليبي على رأس العالم في ليبي، أقول إدارة مدنية. هذا الرجل لا يصلح أن يدير إدارة مدنية بطريقة سياسية. هذا الرجل يرفع في السوق، يبيع باب، يبيع سكورت سيارة، يبيع كشافيت، يبيع ماشي، ينفع، ممكن ينفع، شاطر فيها، لكن يدير دولة أو إدارة مدنية لا يصلح هذا الرجل، ولا حتى ما بالك بمؤسسة عسكرية. يعني احنا قعدنا نحافظ بقدر الإمكان على ما تبقى بمؤسسة عسكرية، وقعدنا نقطع نفسنا مع المجلس الأعلى للدولة سابقا ومع المجلس الرئاسي يا سيد عادل ننقذ ما تبقى من مؤسسة عسكرية، ولكن هو يجي يخبها لك من ناحية أخرى. نعم.